هؤلاء المربون يساهمون في توفير المادة الحيوية التي هي الحليب، ويمكننا الدولة من الحد من استيراد مسحوق الحليب الذي يكلف الميزانية طائلا. التفاصيل في ريبورتاج عبد المطلب غلاوي والقراءة لربيع أبو زيدي. على بعد 40 كيلومتر من ولاية باتنا تتواجد هذه المزرعة النموذجية لشباب استفاد من دعم الدولة والمتمثل في 200 بقرة حلوب. جابوا لنا 100 جينيس بلان، احنا الهدف نتاعنا نوصلوا لنديروا ان بيبينيير دو 1000 تات، نقسم الاستيراد نتاع لي جينيس هذو اوسي لا بودر دو لين. استفدنا من تجهيزات كبيره، سي دي تراكتور، تجهيزات عصريه، سال دو ترات. احنا عندنا اون سوبرفيسي دو 1125 هكتار، لي ريسورس هيدريك عندنا فرد فوراج. احنا بغينا كون يدعمونا نزيدو نديرو دو وبيان تروا فوراج. مزرعه ايطاتيك، لوبجيكتيف تاعنا كيما قال لك نديرو حنايا دي جينيس بلان هنايا، نديرو بيبينيير، نعودو ما كان لهنا امبورتيو ميم هذيك ماك تشوفو البقرات، نعودو نخدموهم هنايا، صادير يولدو تجيبو هذه لا مير ومن بعد تولد هنايا، ونعودو بربي ان شاء الله اسم هذا هو لا بوليتيك تاع الجروب تاعنا، جيبلي وصوفلي. ويسعى مجمع جيبلي إلى تعميم التجربة لتحقيق مستويات متقدمة من هذه المادة الحيوية، وبذلك تحقيق الاكتفاء والحد من استيراد مسحوق الحليب. هذه الملبنة تعتبر مفخرة لولاية باتنا التي تحتوي على أربع ملابن، منها اثنين يعملوا بالحليب الأبقار الطبيعي، واثنين يعملوا بصفة مختلطة طريقة الحليب الطبيعي. إلا أن ملبنة الأوراس في المدة الأخيرة انتقلت إلى صناعة تحويلية، والمواد نتاعها ولي برودوي نتاعها تنقص في الجودة نتاعها على المواد التي كانت من قبل مستوردة، ونجحوا نجاح كبير خاصة في هذا لي ديريفي نتاع الحليب نتاع الأبقار، حيث وجدوا طريقة أن الملبنة زادت في الإنتاج وزادت في الأرباح نتاعها، وهذا ما يعتبر ويستاهل التشجيع، وهذا ما يعتبر في اتجاه السياسة العامة للدولة التي تتجه الآن نحو صناعة تحويلية للمواد الغذائية والحليب بطبيعة الحال. ما تعرفوا المزرعة هذه أول مرة نقوم باقتناء البقر لها، لكن على مستوى الملبنة تقريبا حققنا أكثر من 18، جمعنا أكثر من 18 مليون لتر حليب بقر من مختلف الفلاحين ولاية باتنا والولايات المجاورة، وذلك تدعيم درنا ديزاكسيون من خلال قمنا بإعطاء قروض للفلاحين من أجل اقتناء الأبقار وعلى مدة 3 سنوات إلى غاية 5 سنوات، ويقوم بتسديد هذه القروض من الحليب المقدم للملبنة. بغينا نخدموا لاليمون تاعنا هنا، لاليمون لي فوراج اللي تاكل واش تاكل البقرة، ما كان لها نزيدو نعاودو نشريو، كي تشريه تدير تخسر. احنا بغينا كلش نخدموه هنايا، نطلبوا كيما قاعد تقول عندنا بروبليم تاع الفوراج، عندنا وسي تاع عندنا بروبليم تاع العقار. احنا ماذا بينا الدولة تحمي العقار تاعها، ماشي العقار تاعي انايا ولا تاع خونا ولا تحمي، هذا هو البروبليم، سان غرون بروبليم، كي يروح لك العقار تاع الدولة ما تلقاش روحك، مو راح تحرث وراح جودة المنتوج ونوعيته جعلت مؤسسة جيبلي رائدة في مجال الصناعات التحويلية بمختلف أصناف مشتقات الحليب، مما يسمح لها بفتح سوق جديدة. وصلنا بكم إذن إلى نهاية